إخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة HTML. في الجزء السابق زدنا أول باج ديالنا اللي هي HTML وهضرنا على التاغز. في الجزء هذا غادي نشوفوا الأتريبيوتس. شنو هما الأتريبيوتس؟ فكما سبقنا وهضرنا في الجزء السابق قلنا بأن هاد HTML راه أتريبيوتس، يعني كنقول بأن الدوك تايب يعني التيب ديال الدوكيمنتس راه HTML، وهذه حتى هي اتريبيوت. كنقول بانه راه لانغ ولا يعني اللغه ديال الفيشي هي الانجليش. كاين عاوتاني كما الى شفتي هنا كاين تشارسات، كاين نيم، كاين هادو ديال هاد الميتا. فممكن نزيدو وحدين اخرين باش نعرفو اكثر على الاتريبيوت. فكاين واحد طاق، طاق ديال الروابط ديال لي ليان. فمثلا الى جينا لهنا فهذا رابط، فاش كنحط لا سوري فوق هادي كيديني لواحد الرابط. عندي هنا واحد الرابط اللي كيديني لواحد لاباج، الا كليكيت عليها هو داني للديف، فهمتي. فباش نزيد انا الروابط كاين واحد الطاق سميتها ا. هاد الا كتفتحها هنا وتسدها هنايا هاد الا، وفيها الاتريبيوت. الاتريبيوت اللي هي الاش ار او اف. هاد الاش ار او اف شنو كتعني؟ كتعني يعني الرابط ولا الهيبر لينك كما كتشوف هنايا، يعني الرابط اللي غادي نمشي له فاش نكليكي على هاد لو ليان هذا. فهنا داخل هاد الجوج ديال ليغيومي كنحدد اش من فين غادي نمشي. فمثلا الا بغينا نمشيو لجوجل، google.com، وهنايا كنعطي السميه. فمازال غادي نشوفوا لي ليان من بعد. دابا حنا هنايا انا زدتها غير حيت لو ليان عنده هاد الاتريبيوت اللي هي الاش ار او اف. فمازال غادي نشوفوا لي ليان من بعد فاش نوصلوا لهم. وهنا كنعطي السميه اللي غادي تافيشا. فهنا فين غيديني؟ وهنا السميه. فمثلا قلنا مثلا هنا غادي نديروا فيزيت جوجل. فإلا جينا لهنايا دابا ودرنا هنا اكتواليزي غادي نلقاو هنا فيزيت جوجل هالو وورلد. الا كليكينا هنايا فغادي يدينا لجوجل، فهمتي. دابا هو داني لجوجل داخل داخل الفيشي، يعني داخل ماشي داخل الفيشي، داخل البيسي عندي. فنقدروا نديرو هنايا غنديرو https://. نقدروا نجيو لهنا نرجعو. فإلا درنا هكذا درنا هكذا فهكذا كيدينا لجوجل، فهمتي. فاحنا ما عندنا ماشي الغرض عندنا هنايا ديال لوليان. لوليان مازال غادي نهضرو عليهم من بعد. دابا حنا هنايا الهضرة هي على هاد الأتريبيوت. فهذه هي الأتريبيوت. الأتريبيوت هي واحد بحال اللي تقول واحد يعني واحد الكلمة ولا واحد يعني واحد الحاجة اللي كياخدها اللي كتاخدها واحد الطاق واللي كتحدد تحدد واحد الحاجة. مثلا هنا قلنا كتحدد تيب ديال لوفيشي بانه راه HTML، هنا قلنا اللغة، هنا قلنا فين لوليا غيديني. كاين واحد الطاق واحدة اخرى هي ديال ليماج. الا بغيتي مثلا تافيشي شي ايماج، هاد الطاق هادي سميتها اي ام جي. فهاد اي ام جي عندها بزاف ديال عندها جوج ولا اكثر من جوج ديال لي طاق. كاين الاس ار سي، هاد الاس ار سي، هاد الطاق هادي اس ار سي هي فين كاين عندك ليماج. الا كانت عندك هنا في الدوسي مازال غادي نهضر على ليزيماج من بعد. تاهما دابا حنا هنايا المهم هو نعرفو شنو هي الاتريبيوت. الا كانت عندك هنايا ليماج داخل الدوسي غادي تزيدها هنا، كانت عندك شي ايماج في شي جهه اخرى غادي تزيدها. وعندنا الالت. هاد الالت هادي هو واحد التكست اللي كتاخدو ليماج في حاله من لا ما كانتش، الا ما لقاش كيتافيشا هاد التكست. نديرو هنايا ماي فيرست ايميج، غنشوفو ناخدو شي تصويرة غير من جوجل. نقدرو ناخدو شي تصويرة هنا مثلا نديرو ايميج، مثلا ناخدو هاد الاورانج. فكما قلنا هنا داخل هاد الاتريبيوت اللي هي اس ار سي كنحدد ليماج فين كاينة عندي. فاحنا كنريكوبيريوها من جوجل. الى جينا درنا هنايا اكتواليزي فهي ما تافيشاتش، ولكن الا شفتي هنايا هي مافيشيا ماي فيرست ايميج. هاد ماي فيرست ايميج هي ديال هاد هي هذيك الالت اللي هضرت لك عليها. هاد الالت هادي اللي قلنا في حاله الا ما كانتش ليماج ما كانتش عندنا كتافيشا
هاد الالت هادي فما عرفتش علاش ما تافيشاتش. نشوف بيكسابي. بيكسابي هو واحد السيت ديال لي زيماج. فغادي نزو منو واحد لشي ايماج. ربما هاديك واش السيرفور كيبلوكي لاكسي ولا شي حاجة. المهم عندنا غرض حيت هادو دي زيماج اللي هما فري ممكن انك تخدم بيهم. فإلا جينا دابا درنا اكتيو دي زينايا فهي عندي ليماج ديالي هي هادي هي نفسها اللي ريكوبيرينا من هنا. وكاين ايضا كما قلت لك كاين عندها بزاف ديال الاتريبيوت منهم الهايت والويدث اللي هو مثلا بغيتي تحدد الطول ديال ليماج مثلا 200 بيكسل والويدث العرض الطول والعرض مثلا حتى هو 200 بيكسل. فإلا جينا درنا اكتواليزي فغيعطينا غير 200 200. فهادو هما الاتريبيوت كما قلنا راه مازال في الاجزاء الجايه غادي نشوفوا لينكس ونشوفوا لي زيماج. دابا هادو درناهم باش نعرفوا باش تعرف شنو هما يعني الاتريبيوت واخا حنا راه ديجا هضرنا عليهم في هادي ولكني انا بغيت نزيد الفيديو باش تزيد تفهم شنو هي الاتريبيوت. فغادي نوقف هنا. عجبك هادشي جمجم بارطاجي تابونا اشترك في لاشين ونشوفو في الجزء القادم.